نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر ومن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا وقال عليه الصلاة والسلام في مقام أحسنكم أخلاقا أحسنكم خلقا لأهله وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میں جس طرح پڑھنا پڑھی جائے ٹھیک ہے آواز نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی
علی سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. چونکہ تین نکاح نے علیحدہ علیحدہ خطبہ مشترکہ سب دا ہو چکی ہے کہ ان سب تو پہلے حافظ نوید اختر صاحب انہوں میں قبول کرواں گا کہ باقی دو دلے خاموشی دے نال اجے انتظار کریں. یہ نہ ہوئے کہ ساری قبول کری جاؤ. دھیان نال ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی اپنی قبول کری بیٹا. نوید اختر ولد محمد آدم تہاڈی شادی خانہ آبادی سنت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مطابق اور نکاح مسنون دی غرض دے نال اس تمام اہل اسلام دی بھری محفل دے وچ انہاں سب گواہاں دے روبرو حق مہر کتنا رکھے بیٹا. میں محمد اشرف القادری ولد محمد اسلم القادری ولد محمد نیک عالم القادری حق مہر مبلغ 10,000 روپے دے عوض دے وچ سبا پروین دختر ذوالفقار علی اے تانوں نکاح کر کے دتی. قبول ہے.